رح نكمل البارت الثاني للسي ان اس ستيمولانس. شرحنا المرة الماضية انه هم عبارة عن محفزات او منبهات للجهاز العصبي، وحكينا اول واهم مجموعة منهم الامفيتامين والريليتد سبستانسز. تمام، هلأ رح نكمل، او انا حكيت هيك بجزء بسيط انه في عنا المجموعة الثانية من الادوية اللي هي الاكزانثين ديريفاتيف. بحكي لنا most important stimulant that affect the brain cortex، مجال العمل أو بيأثر على منطقة قشرة الدماغ. هاي العائلة من المركبات بتأثر على منطقة قشرة الدماغ. most used alkaloids، بحط دائرة هيك على كلمة alkaloids يمس، وبكتب جنبها اللي هي المركبات القلوية أو القاعدية. هي مجموعة من المركبات بميز تركيبها الكيميائي إنه فيها النيتروجين، وكلنا بنعرف إنه النيتروجين عبارة عن أو هو عنصر لما ينوجد بالمركب بيعطي المركب الخاصية القاعدية، بصير قاعدة. معطيك اسمهم بدنا نرقمهم يمس. واحد الكافيين، وكلنا بنعرف الكافيين اللي موجود في القهوة. الأمينوفيلين له اسم بين قوسين الثايوفيلين والثايوبرومين. شرحتهم هدول بالمحاضرة السابقة، وقلنا إنهم السورسز أو موجودين بالتي ليفز، الكاكاو والكوفي، طبعا الشاي والقهوة والكاكاو. نيجي للميكانيزم أوف أكشن. حكيت لكم إنه كل النواقل العصبية لازم تضلها ضمن تركيز، أو خليني أقول رينج معين، لا تزيد ولا تقل. وحكينا إنه طبيعة جسمنا، ربنا خلق فينا اللي هي آلية معينة، إنه يا إما الخلية الأولى اللي أفرزت الناقل العصبي بترجع تسحب هذا الناقل العصبي بتاخده بعد ما تفرزه، وحسميناها بالإنجليزي ري أبتيك، إعادة أخذ للناقل العصبي، أو حكينا إنه بيكون في أنزيم بيكسر هاي النواقل العصبية وبالتالي بيرجعها للتركيز الطبيعي تاعها. طيب في حالة قلنا مريض عنده نقص بالنواقل العصبية، شو كيف طريقة العلاج تاعته؟ إنه إحنا بدنا نزيد الناقل العصبي بهاي المنطقة، أو بدنا نزيد من مفعول الناقل العصبي. لهيك الميكانيزم أوف أكشن للإكزانثينز حكينا إنهم بلوك أكشن أوف إنزيم اللي سميناه وحطينا عليه مربع سميناه الفوسفودايستيريز. مين هو يمس؟ عبارة عن الأنزيم اللي بيحطم النواقل العصبية اللي سميناهم الكاتيكول أمين. مين هم بين قوسين؟ هيهم النور أدرينالين والأدرينالين. تمام؟ إذا لما بس بعطي المريض دواء من عائلة الإكزانثينز، الدواء هذا رح يروح يرتبط بأنزيم اسمه الفوسفودايستيريز، يمنعه من تحطيم النواقل العصبية. لهيك النواقل العصبية بزيد تأثيرها بالبرين. بحكي لنا هون the exanthine derivatives have several pharmacological effect. يعني هاي المركبات في إلها العديد من التأثيرات العلاجية. One, they directly، شرحنا يمس هذا الكلام هون إذا بتتذكروا، قسمنا الثلاث مركبات الأساسية وبحط بوكس هون على الثايوفيلين بأنه هو المركب اللي بيعمل برونكو دايليشن أو ريلاكس للمسلز أوف برونكاي، يعني هو اللي بيعمل على علاج الأزمة عند الربو، لأنه الأزمة عبارة شرحناها هي تضيق في الشعب الهوائية أو في الحويصلات الهوائية، بتكون العضلات انقبضت، فإحنا بنعمل لما بنعطي هذا الدواء بيعمل ريلاكس، بيفك التشنج تاع العضلات هاي، فبتصير المجرى التنفسي للمريض أوسع، فبصير ياخد أكسجين أكتر. إذا حطينا مربع هون على الثايوفيلين وبكتب رقم واحد، وهون حكينا ثايوبرومين بحط عليه مربع هو رقم اثنين، وقلنا هذا إيش بيعمل؟ هاي إذا بتتذكروها قلنا دايوريسيز، أكتر واحد من عائلة الإكزانثينز بيسبب الدايوريسيز. شو معناها؟ يعني increase the production of urine، بيزيد من عملية التبول عند المريض، بيزيد من تكون البول وإدرار البول عند المريض. وحكينا رقم ثلاثة اللي هن مين؟ الكافيين والثايوفيلين. الكافيين أكثر منبه للجهاز العصبي، وأقل واحد فيهم كمنبه الثايوفيلين.
وصلنا لهون المرة الماضية، معلش احنا عدناهم عشان ترجعوا تتذكروا شو اللي حكيناهم. هلا هون بحكي لنا there are several examples of exanthine derivatives. يلا نيجي على الكافيين. رقم واحد is a stimulant that has been long used as a morning wakefulness. يعني كلياتنا بنشرب قهوة في الصباح لأن القهوة بتحتوي على مركب الكافيين اللي هو بيخلينا نصحصح أو بيخلي الجهاز العصبي هيك يعني يتنبه بسرعة نبطل نعسانين. كافيين is found in some headache remedies. إيش يعني headache remedies products؟ بعض المنتجات اللي بتعالج الصداع. وحكيت لكم سابقا إنه مثلا شو فرق أو إيش بيفرق البنادول العادي عن البنادول الإكسترا. فعليا اثنيناتهم فيهم المركب المسكن للألم اللي اسمه الباراسيتامول، ولكن الإكسترا معناته فيه مركب زيادة. مين هو المركب الزيادة؟ اللي هو اسمه الكافيين. هذا المركب ليه؟ لأنه زي ما حكيت لكم مجرد شعور المريض إنه الصداع، أصلا لما الواحد يكون مصدع بيكونش مركز، بتكون هيك بتحسه ضايج، فلما ياخد دواء الصداع ببلش يخف عنده الصداع، زائد لما يكون معاه الكافيين بيحس حاله صح بزيادة. أوكي، إذا غالبا الكافيين بيكون موجود بالهيدك ريميديز برودكتس بروموتد تو بريفنت دروزينس، عشان يعني يبطل الواحد تعبان ودايخ من الصداع. And in some products designed to suppress appetite. أحيانا بحكي لك إنه الكافيين له مفعول مطبط للشهية، بسد النفس عن الأكل، بسد الشهية. In these preparations, caffeine acts to stimulate the person. تمام؟ غالبا يعني بحكي لنا أحيانا بعض الناس بياخدوا أدوية عشان بيكون عندهم زيادة في الوزن، عندهم نوع من أنواع السمنة وبدهم ينزلوا وزنهم، بدهم ينحفوا، فبياخدوا أدوية بتعمل على إيش؟ يعني بتسكر شهيتهم، ببطل إلهم نفس على الأكل. طيب إذا الإنسان ما أكل بحس حاله هيك في عنده خمول، في عنده تعب، صح؟ فهم بيضيفوا الكافيين لهاي الأدوية عشان الكافيين زي ما حكينا بيعمل استيميوليت، بيحفز أو بينبه الشخص، فبيخف عنده هذا الشعور اللي هو مرافق لعدم الأكل. It's possible for a person to develop a psychological dependence on the drug. هسا هون بحط خطين تحت كلمة psychological dependence. يعني هلأ لما تيجي تسأل الشباب غالبا بتقول له، بقول لك أنا متعود كل يوم الصبح أشرب فنجان القهوة وإلا ما بحس حالي بستوعب على المحاضرات أو ما بركز. فعليا يعني القهوة تعويد، بتعود عليها الإنسان، بتعود على مركب الكافيين عشان يتنبه ويصحى. لهيك هذا بسميه psychological dependence، يعني حتى نفسيا بتلاقي الإنسان بده مركب الكافيين. في ناس حتى بقول لك لازم أشرب فنجان قهوة عشان أروق. Withdrawal of the drug results in some persons having mild withdrawal symptoms, for example headache. تعال لهدول الأشخاص اللي متعودين كل يوم بنفس الوقت يشربوا فنجان القهوة أو المقطع القهوة، إذا ما شربوها بقول لك بصدع. فعليا هذا الحكي واقعي، لأنه هم إذا ما شربوا القهوة ما بياخدوا الجرعة تاعتهم اللي متعودين عليها من مركب الكافيين، فزي كأنهم ما أخذوا هاي الجرعة، وبالتالي بيظهر عليهم زي الأعراض الانسحابية الـ withdrawal symptoms اللي هي أعراض الانقطاع عن الدواء. وأكثر شيء معروف عن الكافيين إنه ما إذا ما أخذته، إذا أنت متعود عليه وما أخذته بيصير عندك headache صداع. لهيك دائما اللي بيشرب قهوة أو متعود يشرب قهوة الصبح إذا ما أخذ القهوة تاعته بتحسه متضايق ومصدع ومش مركز. نيجي هون هاي الرسمة بقولنا الـ main symptoms of caffeine overdose. هلأ أنا بحكي لكم بشكل عام عن مركب الكافيين الموجود في القهوة، ولكن لما نيجي نحكي عن الكافيين ككافيين، أو خليني أحكي مرات في ناس بقول لك أنا حدي بشرب فنجان قهوة واحد أو مج الصبح، إذا شربت مرة تانية خلال اليوم بتعب. معناته إذا فعلياً أي مريض أخذ جرعة زيادة من الكافيين في عنده أعراض رح تظهر عليه. لاحظوا هاي الرسمة بتلخص لك الـ main symptoms of caffeine overdose، وهاي كتير حلو إنه أنتوا تكونوا عارفينها، لأنه كتير في ناس بقول لك أنا شربت نسكافيه صابني هاي الأعراض،
أو شربت قهوة واليوم شربت مثلا 4 كاسات وكتير تعبان، طيب شو التعب؟ شو السبب؟ نشوف. احكي لنا أول إشي، التأثير بيظهر يا إما على السنترال نيرفس سيستم على الدماغ، يا إما بالجيول على العيون، يا إما على الأذان، على البشرة، على القلب، على الجهاز الهضمي، على الجهاز العام للجسم، اليورينري، البولي، الريسبيراتوري، التنفسي، المسكولر، العضلي. تلاحظوا كل أجهزة الجسم ممكن تتأثر بالجرعة الزيادة من الكافيين. طبعا كمان إذا بدنا نيجي نحكي الكافيين اللي هو نوع من أنواع المخدرات، يعني في منه ناس بدمنوا عليه، لو أخذوا جرعة زيادة شو بصير فيهم؟ أول شيء بالنسبة للسمع والسمع اللي هو الإيرز والرؤية اللي هي الفيجوال، بيقول لك سينج فلاشز، ببلش يشوفوا عندهم هيك زي فلاشات، يعني ببلش النظر عندهم إيش يختلف، حسوا حالهم نظرهم مغبش، يعني ممكن نقول هيك، في طنين بالإذن، تمام، البشرة تاعتهم أو جلدهم بتزيد التحسس فيه، لا يعني بصيروا حساسين، بيشعروا بكأنه جسمهم أي لمسة صغيرة ممكن يعني تكون حساسة أكتر، يكونوا حساسين أكتر لللمسات أو للألم. القلب بصير في عنا rapid heart beat، يعني ضربات القلب سريعة، irregular rhythm يعني غير منتظمة، النغمة تاع ضربات القلب غير منتظمة. نيجي للجاستريك، الجهاز الهضمي، ممكن يصير عندهم abdominal pain، مغص، نوزيا، vomiting، الغثيان والقيء، possibly with blood، ممكن حتى القيء تاعهم يكون في بعض الدم معه. نيجي هون السنترال، بالنسبة للجهاز العصبي المركزي بيكون irritability، anxiety، يعني في عندهم نوع من التوتر والقلق، والrestlessness يعني مش مرتاحين، confusion، عندهم ارتباك، delirium، هذيان أو هيك يعني ببلشوا شو بسموها مش مركزين، تمام، هذيان أو شايفين شغلات، بتهيئ لهم شغلات، هيدك، صداع. نيجي للمسكولار سيجرز اللي هن تشنجات، تريمبلينج، تويتشينج، نوع من الرعشات، أوفر إكستنشن، برضو كلياتها نوع من تقلصات العضلات، ريسبيراتوري، بصير نفسه رابد، بصير التنفس عنده سريع، واليورينيشن بيكون عنده فريكوينت، يعني بصير يدخل على الحمام كتير، زائد انه ممكن يصير عنده جفاف من كتر ما يدخل على الحمام، موي، حرارة بكامل جسمه. اذا هاي كلياتها اللي حكيناهم اعراض للكافيين توكسيسيتي. نيجي هون للأمينوفيلين اللي هو بين قوسين الثايوفيلين، بس هذا قلنا مين؟ used in treatment of bronchial asthma، وبحط خطين وبحط مهم جدا جدا ما بنسى، مين هو اللي من عائلة الإكزانثين اللي بعالج فيه الأزمة أو الربو؟ بتقول لي الأمينوفيلين أو الثايوفيلين. طيب كيف طريقة الإعطاء؟ كمان طريقة الإعطاء مهم نعرفها، it is given intravenously، شو يعني intravenously؟ عن طريق الوريد، to provide rapid effect as vasodilator، مفعوله سريع، تمام، مفعوله سريع. problem it increases heart rate، لكن المشاكل تاعته أو المساوئ تاعته إنه بيرفع من ضربات القلب، وفي عنا dosage forms موجود برضو هذا الدواء، مش بس IV، موجود على أشكال IV يعني إبرة، موجود على أشكال تانية اللي هي إلكزير، تابلتس، كابسولز، برضو هدول بعرف إنهم موجودين كشكل آخر للدواء اللي بيعالج الربو أو الأزمة اللي اسمه الثايوفيلين أو الأمينوفيلين، فيلين بحفظ معاها مقطع فيلين لا الأزمة. بيضل الدواء الثالث اللي هو قلنا عنه الثايو برومين، والبرومين حرف البي بحط عليها الدائرة، وقلنا هذا أكتر واحد بيعمل إيش؟ دايوريسيز أو بدر البول مع البرومين. السايد إفكتس هسه هو بحكي لك شو هو مفعوله، سوري، شو هو السايد إفكت، شو يعني السايد إفكت؟ إذا هو منبه، ستيمولنت، هو دواء كمنبه، ولكن له بعض الآثار الجانبية، usually associated with the use of drug are nausea, vomiting, nervousness، بيعمل غثيان وممكن يسبب القيء، وبيسبب النرفزة أو العصبية عند الشخص، والتاكيكارديا اللي هو سرعة في ضربات القلب.
طيب إذا مرة ثانية بس نرجع هاي العنوان، شايفين هون عنوان الشابتر اللي بنحكي فيه Drugs Acting on the Central Nervous System، إحنا بنحكي عن الأدوية اللي بتأثر على الجهاز العصبي المركزي وبالذات بين قوسين الستيمولنس المنبهات أو المحفزات. قلنا أول نوع أول عائلة، نرجع نكمل العائلة هون يا مس. زي ما قلت لكم لازم تعملوا ملخص للأدوية جنب كل قسم رئيسي. هون مش احنا رجعنا هون قلنا Central Nervous System Stimulants، بحط خط هيك أول عيلة رقم واحد الأمفيتامين، بكمل الشجرة رقم اثنين الإكزانثينز، رقم ثلاثة الكوكايين، ورقم أربعة أذرز. ماشي هيك بعملها شجرة. طيب نيجي للإكزانثين برضو من رقم اثنين، بدي أتفرع ثلاث فروع. مين هم الثلاث فروع اللي هم الكافيين والثيوبرومين والثيوفيلين؟ هاي الشجرة بتكتبوها هون على جنب مثلا بالمكان الأبيض تاع الكتاب، هاي التلخيص أو التري أو اللي بسموها المايند ماب الخريطة الذهنية، تلخيص للأدوية مطلوب منكم تعملوا لي على صفحة بيضة تمام، ورح أطلبوا منكم تسلموا لي إن شاء الله بفترة معينة خلال الفصل. ولكن كل ما عم ناخد جروب من الأدوية أو عيلة من العائلات الدوائية وإلها أقسام فرعية، والأقسام الفرعية إلها كمان أقسام فرعية تانية، بدي تعملوا لها خريطة ذهنية كتلخيص. والأهم النقاط الأساسية اللي ذكرناها خلال الشرح تتلخص برضو على الورقة، عشان الفارما مستحيل تندرس إلا على الخرائط الذهنية يا مس. إذا إحنا قلنا المجموعات العائلية اللي كانت ضمن الستيمولانس، رقم واحد الأمفيتامين، ورقم اثنين الإكزانثين، ورقم ثلاثة الكوكايين، ورقم أربعة أذرز، هيهم رح نحكيهم. الكوكايين طبعاً بياخدوه من نبتة اسمها الكوكاليس كوز ديبندنس، طبعاً هاي تعمل مش الكاكاو يا مس، هاي الكوكا كوز ديبندنس طبعاً بتسبب الإدمان أو بيصير يعتمد عليها الشخص كتير. لوكال أنستيتكس ممكن تعتبر كبنج أو مخدر موضعي. سيمباثو ميميتك، وهي شرحتها معنى الكلمة المرة الماضية، قلت لكم إنه لها تأثير مشابه للتأثيرات أو هو دواء مقلد للناقل العصبي تاع السيمباتيك سيستم اللي هو الأدرينالين، يعني بيعمل بجسم المريض زي ما بيعمل الأدرينالين. أذرز اللي هم الجينسينج والنيكوتين والأمونيا، هدول بس ذكر إنهم بيعملوا stimulation for the CNS. هيك يا مس بنكون خلصنا أول قسم من المركبات الدوائية اللي بتشتغل as stimulants منبهات. هسا رح نحكي عن بس جزئية صغيرة، شايفين هاي الجزئية الصغيرة، بس رح نحكي عن مجموعة تانية من الأدوية اللي بتشتغل على الجهاز العصبي اللي هم الهالوسينوجين. شو يعني المهلوسات؟ بكتب جنبها الأدوية المهلوسة. طيب شو يعني هلوسة؟ يعني الأدوية اللي بتخلي الواحد يهلوس بالعربي، يعني يحكي شغلات مش واقعية. زي أشهر مثال إحنا بنعرفه بالعربي الحشيشة، الحشيش اللي بدخنوه بعض الناس، هيها الكنابس، بكتب هون جنبها الحشيشة تمام. استريكنين، الاستريكنين هذا بعتبره يعني موجود بس بيعتبروه من المواد السامة. والLSD from ergot يمس، هون الايرغوت بكتب عنده انه هو فطر، والفطر هذا فيه مركبات مهلوسة. احيانا بعض الناس بياكلوا بيفكروا انه من الفطر العادي اللي ممكن ياكلوا، لكن هو فعليا فطر بسبب الهلوسة. اذا واحد اثنين ثلاثة، مين هم المركبات اللي بتسبب الهلوسة؟ واحد الستريكنين، اثنين الكنابس THC، وثلاثة الLSD اللي موجود بالإيرغوت أو نوع من أنواع الفطر. طيب شوفوا تعريفهم المواد أو الأدوية المهلوسة، These classes of psychoactive. شو يعني psychoactive؟ بحط خط. الأدوية اللي بتشتغل على النفسية شوي، يعني هي مش أدوية نفسية، مش اللي بيعالجوا فيها الأمراض النفسية، لا، بس هي بتخلي كمان الواحد يهلوس، فهي إلها دخل بالنفسية. That have in common that they can cause subjective changes in perception, thought, emotion and consciousness. يعني بالعربي
بحط خط تحت كلمة subjective changes، يعني بتخلي هسه بالعربي بعد ما يدخن الواحد مثلا هدول بالأفلام أو بتشوفوهم أحيانا في بعض المقاطع على السوشيال ميديا بتنتشر لبعض الأشخاص اللي بياخدوا حشيشة، بصيروا يضحكوا، بصيروا مش مستوعبين شو عم يحكوا، بصيروا يخبصوا يتهبلوا، صح؟ شو السبب؟ لأنه بعد ما أخذوا هاي النبتة أو هاي العشبة ودخنوها صار في عندهم تغيرات فعليا بالبرسبشن. شو يعني البرسبشن؟ إدراكه، إدراك الشخص. هلا كلنا بميزنا إنه إحنا كإنسان عنا عقل وبندرك الأمور، لكن مجرد ما أخذ مادة من المهلوسات هدول الإدراك عند الشخص بيتأثر، صوت التفكير الأموشن اللي هي العاطفة أو الإحساس عنده، والكونشيسنس اللي هي الوعي أو الاستيعاب عنده برضه بيضرب، تمام؟ ببطل مستوعب مظبوط الشخص شو عم بيصير حواليه. فهيك احنا بنكون خلصنا اللي هي المجموعة الثانية والثالثة من الأدوية. بنعمل ستوب، والمرة الجاية إن شاء الله بنشرح اللي هن الأنتي ديبريسنت دراجز أو الأدوية المضادات للاكتئاب.